اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. نسأل الله جل وعلا أن يهل علينا هذا الشهر الكريم هلال شهر رمضان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، كما نسأله جل وعلا أن يعيننا على تحقيق مقاصد هذا الصيام العظيم وبلوغ أعلى درجات الإيمان واليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في مطلع هذا اللقاء أحمد الله وأثني عليه وأشكره جل وعلا على عظيم نعمائه وكبير ما تفضل به سبحانه وتعالى من نعمة الإيمان والتوحيد والسنة والأمن والأمان وإدراكي وبلوغ شهر رمضان وقراءة القرآن وسماع القرآن والعيش مع القرآن وإدراك هذا الشهر العظيم الذي هو شهر القرآن. مهندس حسام، الإخوة والأخوات، الله جل وعلا يصطفي من كل شيء شيئا، فاصطفى من الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل قبل ذلك خلق الخلق واصطفى منهم أنبياء، واصطفى من الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فصار خاتم الرسل و يعني من أولي العزم منهم، وخلق الأرض والأماكن والبقاع، وشرف منها مكة المكرمة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة، وخلق سبحانه وتعالى أوجد بيوتا له سبحانه، ولكنه شرف بيته الحرام ومسجد رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، فصار من صلى في المسجد الحرام له أجر 100,000 صلاة، ومن صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فله 1,000 حسنة. وخلق الله سبحانه وتعالى الليالي، وجعل اصطفاء من بين كل هذه الليالي ليلة عظيمة وهي ليلة القدر، من قامها كان كمن قام 1,000 شهر. وخلق الشهور سبحانه وتعالى، واصطفى من بين هذه الشهور شهر رمضان، وجعل فيه إنزال القرآن، فهو من أعظم الشهور لأن الله اصطفاه بهذه المزية وخصه بهذه الخاصية. ولما ذكر سبحانه وتعالى يعني الحكمة من الصيام، قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية هي إنزال، فالغاية هي تحقيق التقوى، الغاية من الصيام تحقيق التقوى. فإذا وفق الله العبد لتحقيق هذه المعاني، حينئذ شعر بلذة الصيام وشعر بلذة رمضان. ومفتاح العيش، عيش هذه الأجواء واقتباس معانيها واستثمار دقائقها، هو في العيش مع القرآن. يعني إذا أردت أن تعيش رمضان حقا، فعليك أن تعرف معاني هذا الكتاب العظيم وأن تعيش لياليه. ولذلك لو لاحظت مثلا في ما يتعلق بقيام الليل في رمضان، التي هي صلاة التراويح أو التهجد كما يسميها البعض، هي قائمة على سماع القرآن وتلاوة القرآن وقراءة القرآن. وكلما فهم العبد مراد الله جل وعلا من هذه الآي العظيمات، وفقه الله لعيش معاني لم يتلذذ بها إلا مؤمن، واستعان بالله جل وعلا حتى يجد هذه المعاني بالفهم والإدراك والتأمل. طيب، هذه المقدمة المقصود منها أن تعرف وأن تعرفي أن الله جل وعلا اليوم خصنا، اليوم في هذا اليوم الأول من رمضان، من بين كل البشر الذين اصطفاهم أو اختارهم لقبض أرواحهم ورحمة. السلام عليكم شيخ ناصر، ما أدري، الظاهر في خلل حصل معنا، لكن على كل حال حصل خير يا جماعة الخير. اي لا، بس أي نعم. صوتي واضح، انا بكمل من الحساب. أي نعم، يعني أنت آخر ما توقفت عنده شيخ ناصر أن الله سبحانه وتعالى اختصنا في أول يوم في رمضان، وبعدها يا سلام، انقطع بالضبط، الصوت. أي نعم، نعم. تفضل. ف نعيد الحديث الحقيقة على ما يعني توقفنا عليه، وهو أن الله اختصك في أول يوم من رمضان لإدراكه، وربما يعني جعل كثيرا من الخلق لا يدركون هذا اليوم، ويعني صاروا رهنا لأعمالهم تحت الثرى. فما الذي يعني
ما الذي قدمته شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة؟ نعمة خصك بإدراك شهر رمضان. أعظم ما تقدمه لله جل وعلا هو العزم على التوبة الصادقة، وأن تجدد علاقتك مع القرآن في شهر القرآن. فإني أحسب أن من أعظم ما يوفق الله جل وعلا له العبد في مثل هذه الأيام المباركات أن يتفرغ من كافة الشواغل، وأن يقبل يعني وينكب على كتاب الله جل وعلا استماعا وتلاوة وقراءة واستشفاء واهتداء، فإن ذلك من علامة حياة القلب. وبالمناسبة هذا هو صنيع السلف الصالح، وقبلهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كان إذا دخل رمضان درسه جبريل القرآن، وفي العام الذي قبض فيه درسه جبريل القرآن مرتين. في شهر القرآن فإني أتوبة الصادقة. اي نعم. بس صوتي واضح، أنا بأكمل من الحساب اي نعم، آيات. انت اخر ما توقفت عنده شيخ ناصر ان الله سبحانه وتعالى اختصنا في اول يوم في رمضان وبعدها يا سلام، انقطع بالضبط، الصوت. اي نعم نعم، نعم تفضل. فنعيد الحديث الحقيقة على ما يعني توقفنا عليه، وهو أن الله اختصك في أول يوم من رمضان لإدراكه، وربما يعني جعل كثيرا من الخلق لا يدركون هذا اليوم، ويعني صاروا رهنا لأعمالهم تحت الثرى. فما الذي يعني ما الذي قدمته شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة، نعمة خصك بإدراك شهر رمضان؟ أعظم ما تقدمه لله جل وعلا هو العزم على التوبة الصادقة، وأن تجدد علاقتك مع القرآن في شهر القرآن. فإني أحسب أن من أعظم ما يوفق الله جل وعلا له العبد في مثل هذه الأيام المباركات أن يتفرغ من كافة الشواغل، وأن يقبل يعني وينكب على كتاب الله جل وعلا استماعا وتلاوة وقراءة واستشفاء واهتداء، فإن ذلك من علامة حياة القلب. وبالمناسبة هذا هو صنيع السلف الصالح، وقبلهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كان إذا دخل رمضان درسه جبريل القرآن، وفي العام الذي قبض فيه درسه جبريل القرآن مرتين. لما؟ لأن هذا القرآن، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن، أنزله الله جل وعلا كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني همومك ومشاكلك و كل الصعوبات التي تواجهها في حياتك، في فهم هذه الحياة والتعايش معها، في ظروفك المادية، الله جعل هذا القرآن هدى للناس. ارجع للقرآن، فيه التوازن في طلب الدنيا وطلب الآخرة، في ما يتعلق بما يتعلق بتجديد الإيمان والتوحيد وأصول الاعتقاد، وما يعني تجد فيه ما يثبت قلبك عند الفتن والمدلهمات واضطراب الأحوال، تجد فيه القصص النبوي والقصص القرآني والمواقف التي أنزل الله جل وعلا فيها آية من القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام ليثبت فؤاده ويسكن قلبه بهذه الآيات. فالقرآن هدى، الله جعل سماه هدى للناس، وصفه بأنه هداية، وصفه أنه بالشفاء وموعظة. فإذا لم تفتش مع القرآن في رمضان وتجعله شفاء لقلبك وهداية روحك وسكينة نفسك، وتنكب على التلاوة والمراجعة والإتقان والحفظ والاستماع، فحينئذ أنت لم تحقق يعني مقصود التقوى. ما ذكرته الآن هو مفتاح لحديثنا الذي هو الفرح بالقرآن. الله جل وعلا وصف أهل الإيمان بأنهم يفرحون عند تلاوة القرآن أو عند سماعه أو عند نزوله. قال: والذين آتيناهم الكتاب
يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. فمن علامة التوفيق أن يفرح المؤمن عند نزول القرآن، أو عند تلاوته، أو عند استماعه، أو عند تدبره. وللفرح بالقرآن صور سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. من علامة أهل الإيمان والتي سطرتها آية القرآن هذه المعاني من الفرح والاستبشار. فالفرح يكون أحيانا بالقلب أو يكون باللسان، ومصداق الفرح أن يكون بالامتثال. يعني لا يعني أن الإنسان يفرح المقصود به الاستبشار أو مجرد يعني المشاعر التي يجدها في قلبه، كلا، لكن يعقب ذلك امتثال. فالامتثال هو معيار الفرح. يعني لما تفرح بأمر ما فإنك بعد ذلك يعني تبدأ في خطوات عملية كما يقال. فرضا لنضرب مثالا، يعني لو إنسان مثلا فرح بنجاحه من دراسة، هذا الفرح ما الذي يعقبه؟ يعقبه الانطلاق في مثلا في درجات علمية أو أكاديمية، أو الترقي في درجات عملية أو في مجالات عملية، لأن هذا الفرح حينئذ أصبح له قيمة. لكن لو جاء إنسان وفرح بتخرجه مثلا ثم بقي ولم يعمل ولم يواصل تعليمه، فحينئذ هذا الفرح لا قيمة له. فما هو معيار الفرح بالقرآن؟ هو الاستبشار والفرح الداخلي، يعني بمشاعر الإنسان وبقلبه، وأيضا ما يتلفظ به لسانه، ثم بعد ذلك أن يعقبه الامتثال والتطبيق. ولذا قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني لما تنزل عليهم الآيات كانت تزيدهم في إيمانهم، قال وهم يستبشرون، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون على النقيض. وأما الذين في قلوبهم مرض سواء كان المنافقون أو المشركون فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنها تكون حجة عليهم. ومصداق ذلك جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: والقرآن حجة لك أو عليك. يعني لما تحفظ أو تقرأ أو تستمع فإن القرآن إما أن يكون حجة لك تحاجج به عند الله جل وعلا، يكون سببا لزيادة الإيمان والسنة والتوحيد والرفعة، أو أن يكون حجة عليك فيسأل حينئذ يوم القيامة عن علمه فيما يعني ماذا عمل به فيحاسب الإنسان. ولذلك العلاقة مع القرآن هنا فائدة، العلاقة مع القرآن علاقة عظيمة جدا، العلاقة مع القرآن عظيمة جدا جدا جدا. وقد يصح القول أنه ليس فيها يعني حلول في المنتصف، فهي إما أن يرفعك القرآن أو والعياذ بالله أن يخفض بك. لما؟ لأن القرآن أرباحه عظيمة. وفي مصطلح يعني مصطلح المعاصرين فيما يتعلق بالأرباح سواء أرباح دنيوية أو معنوية، يقولون كلما زادت الأرباح زادت المخاطر، كلما زادت الأرباح زادت المخاطرة. فالقرآن أرباحه عظيمة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقال لقارئ القرآن في الآخرة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، كلما قرأ العبد آية ارتفع درجة. ما جاءت يعني نصوص متواترة على يعني الرفعة لأحد كما جاءت لصاحب القرآن أو للمجاهد في سبيل الله، وبعض الأجور المترتبة على بعض الأعمال الصالحة. لكن من أعظمها ما يعني تضافرت به النصوص وتوافرت به فيما يتعلق بشرف حامل القرآن، لا سيما المخلص بقراءته والمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المكاسب عظيمة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون على قدر هذه الأمانة. لذا قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. لا يكفي أن تحفظ وتقرأ وتستمع ثم لا تطبق، أنت هنا وقعت في المخاطرة العظيمة والتي هي عدم العمل، فيصبح القرآن حجة عليك. وكما صار يعني كما ذم الله جل وعلا اليهود، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الأسفار هي يعني كتب العلم وما أشبه ذلك. فلا قيمة لهذه الأسفار إذا لم أو لا قيمة لهذا الحامل الذي هو الحمار أجلكم الله، الذي شبه الله جل وعلا،
من لا يعمل بالقرآن أو لا يعمل بالكتب السماوية بأنه أشبه بالحمار، لأنه يحمل أسفارا لا ينتفع بها. كذا والعياذ بالله من يحفظ القرآن أو يتلوه أو يقرأه أو يسمعه أو يتلى عليه ولا ينتفع به ولا يطبقه في حياته. إيش يعني معنى لا يطبقه في حياته؟ يعني أحاول أقولها شوي بلغة أبسط يا مهندس حسام وإخواني وأخواتي، أحاول أقرب الفكرة أكثر. يعني نومك عن صلاتك، هجرك لكتاب ربك، رفع صوتك على والديك، هجرك لأعمال صالحة، عدم يعني النظر الحرام، التساهل في منكرات ومنكرات، يغتاب ويهمز ويلمز بمسميات يعني دارجة اليوم، يعني هذا يسميها نكتة وهذا يسميها مزحة وهذا يسميها ذبة ولا قطة ولا كلمة من هالكلمات، وهي في النهاية اسمها غيبة. ما هي الغيبة؟ هي ذكرك أخاك بما يكره. بس أنا اتهم يعني ما اتهمته، إنما قلت فيه أنه مثلا أعرج أو أنه قصير أو كذا أو كذا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني لو قلت قصير وهو فعلا قصير فإن هذه غيبة، والغيبة يعني كما قال الله جل وعلا وصفها بأبشع الأوصاف: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طيب إن لم يكن فيه ما أقول، يعني قلت لفلان اغتبته أنه قصير وهو ليس بذاك مثلا، أو أنه أعور فرضا وليس بذاك، قال: فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني فضلا على الغيبة أنه بهتان وكذب وزور والعياذ بالله. الانتفاع بالقرآن يجعلك تقف عند هذه الأمور. اتصال يردك أو رسالة على سناب شات أو في تيك توك أو في تويتر أو رسالة على الخاص في أي حساب من الحسابات التواصل اليوم الاجتماعي، التي والله يعني هي أشبه ما يكون بالقنبلة الموقوتة. إذا لم يحفظ الله جل وعلا الإنسان، قنبلة موقوتة في أي وقت قد تنفجر. إنسان حسابه لا يتعامل فيه إلا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني تقع عينه على ما لا يرضي الله، أو تأتيه رسالة من مغرض أو من مريض قلب أو صاحب شهوة أو شبهة، فتفتك بقلبه ويقع السهم في فؤاده فيضعف إيمانه وينحرف والعياذ بالله، وقد يصل به إلى ما هو أبعد من ذلك. وانظر اليوم من ابتلي والعياذ بالله بالشبهات والانحراف العقدي، ومن ابتلي بما يسمى ب يعني الإلحاد، كلها كانت خطوات والله حذرنا منها، قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا من الفرح بالقرآن، أنك لما تقرأ هذه الآية لا تتبعوا خطوات الشيطان تفرح بالآية، لأنها وقعت أمام عينيك آية صريحة في 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 بيان الطريق السليم للنجاة. والله جل وعلا جعل هذا الكتاب العظيم كتابا يعني سماه نورا وسماه روحا، فلا حياة لقلب، فلا حياة لجسدك دون هذا الروح، ولا يعني طريقا يعني يكون، ولا طريقا يعني مضاء أو فيه النور دون هذا القرآن. لأن الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. فافرح أيها المؤمن، افرحي أيتها المؤمنة بكتاب الله إذا استمعتيه، افرح بالحسنات، افرح بأن الله اختصك بسماعه بتلاوته، افرح إذا تدبرته، افرح إذا جاءتك آية قرأتها أو تلوتها أو فهمت معناها أو رجعت إلى تفسيرها ثم عدلت مسارك وصححت من 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 يعني طريقك إن كنت مقصرا أو مخطئا أو مفرطا في أمر ما، افرح بهذه الآية. لا تفرح أنك تلهث في الدنيا وتبحث عن المال والوظائف وأنت والله ما تعرف ماذا قرأ الإمام، أو هجرت المصحف، أو جعلته زينة في سيارتك، أو آيات، أو تغرد كل يوم بآية وأنت لا تفهم معناها فرضا فقط لأجل يعني صناعة محتوى مثلا أو شيء من القبيل. أنت يا من تشتغل بتسجيل التلاوات ونشرها ومونتاجها أو تصويرها أو مراجعتها، إياك أن تفرط في الفرح بالقرآن، بالعناية بعلاج قلبك ومعالجة قصورك وتقويم يعني انحرافك. ولا أعني هنا الانحراف الانغماس في الشهوات، لا، قد يكون الانحراف هو في غياب معاني الإخلاص لله جل وعلا، فتقبل وتعمل وربما تدعو إلى الله أو تؤم أو تؤذن أو
تنشر خيرا أو تكتب محتوى طيبا، ولكن يغيب عنك هذا المفهوم، مفهوم الإخلاص. فإذا رجعت إلى كتاب الله وجدت أن الله جل وعلا يوصي نبيه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. سبحان الله، فيقع هذه تقع هذه الآية على قلبك البلسم الشافي، تنير قلبك، تعدل مسارك، تقوم طريقك. هذه هي من معاني القرآن العظيم. لا أريد الإطالة، لكني في خاتمة هذا الحديث أسأل الله جل وعلا بأحب أسمائه إليه وجل صفاته إليه أن يجعلنا ممن اتصف بهذه الصفات العظيمة، ومن يفرح بكتابه تلاوة واستشفاء وقراءة وتدبرا وحفظا وتعلما وتعليما، وأن يعيننا على العيش مع هذا القرآن في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر القرآن. الله الله يا إخواني ويا أخواتي، أن نلتفت للقرآن. إن كنت لا تجد وقتا للقراءة، وهذا يكاد يكون مستحيلا ألا تجد، الذي جعلك تجد وقتا لقراءة شبكات التواصل يعني هو ذات الوقت الذي يفترض أن تصرفه في مراجعة كتاب الله وإقرائه وقراءته وتدبره واستماعه والتحاكم إليه والاستشفاء به والتأمل في معانيه. لا تلتفت في هذا الشهر إلا للقراءة، أكثر من القراءة. لا تحرص كثيرا على قراءة التفاسير إلا إن كانت في زمن يسير يعينك على فهم المعنى، لكن المنهج الذي درج عليه السلف هو في الانكباب، لأن القاعدة الشرعية أنه في المواسم الفاضلة والأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة يقدم ما هو أولى. فإذا كان الإنسان مثلا مقيما في زمن معين في أيام معينة في أحد الحرمين، فليكثر من الصلاة لعظيم شرف أو لعظيم أجر المصلي فيها. وفي الأزمنة الفاضلة كرمضان الأولى به أن ينشغل بكتاب الله جل وعلا وما يتصل به، إن كان يعينه مثل قراءة التفسير أو غيره فلا بأس، ولكن الأصل هو في التلاوة والقراءة. والله تعالى أسأل مرة أخرى أن يجزي الجميع خير الجزاء على استماعهم ومشاركتهم، وأيضا إعادة نشر هذه الحلقات من ديوانية آيات التي تستمر طيلة شهر رمضان إن شاء الله أو إلى 20 من رمضان، والتي أيضا في خاتمتها لا يسعني إلا شكر الله جل وعلا، ثم شكر إخوتنا من رعاة هذه الديوانية، شركة الماجد العود كراعي رسمي وشركة تاسوما كراعي مشارك، وشكر خاص للأستاذ أنس بن علي الماجد، أستاذ أنس بن ماجد الماجد، وأيضا أخونا الكريم الأستاذ معاذ سليمان من شركة تاسوما، فلهم جزيل الشكر وعظيم العرفان، وقد أبلوا بلاء حسنا في يعني دعم هذه المشاريع الطيبة في مشاريع مجموعة آيات ومؤسسة آيات. مرة أخرى شكرا لكم على حسن الاستماع والإنصات، ولعلنا نتشرف الآن بسماع ما تيسر من كتاب الله جل وعلا بصوت الشيخ عبد البديع غيلان، وهو من قراء مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من يعني وهبه الله جمالا في الصوت وحسنا في الأداء، و يعني ممن حقيقة يعني تطرب لتلاوته، وأسأل الله أن يرفعه بالقرآن. وألقاكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ناصر على يعني افتتاح هذه الديوانية في شهر رمضان المبارك. ذكرتنا في معاني جدا مهمة وجميلة، وأيضا ذكرتني في ختام مداخلتك لنبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الإحسان في العمل، خاصة حينما تحدثت عن موضوع المحتوى وإلى آخره، أن الإنسان شيء جميل يكون عنده كثرة في النشر وفي القراءة، ولكن الإحسان في محاولة الفهم وتدبر آيات الله هذا شيء عظيم جدا. ممتن لك شيخ ناصر ولكافة المستمعين والمستمعات الكرام، وأرحب مجددا بالشيخ عبد البديع، ونختم مساحتنا معه بتلاوات عطرة. حياك الله يا شيخ عبد البديع، يا أهلا ومرحبا. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، نورتنا. رمضان مبارك إن شاء الله، وينعاد علينا أعواما مديدة يا رب العالمين. قصر كيف حالك وأحفاد شيخ عبد البديع؟ الموجودين الله يحفظكم، بارك الله فيكم. الله يحييك ويبارك فيك، ومشكور على قبول الدعوة وتواجدك معنا في أول ديوانية في شهر رمضان. الله يحفظكم، بارك شيخ عبد البديع، إيه، ومتحمسين نختم مساحتنا بسماعك وبسماع تلاوتك شيخ عبد البديع، فلك المايك وتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تبارك الرحمن الشيخ عبد البديع، تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله كل خير. يعني احنا نطمع بقراءة كذا أكثر شوي، 5 دقائق إذا سمحت لي، إذا وقتك يسمح طبعا. لكن قبلها بس أحب أنوه يا جماعة أن في تغريدة رفعناها فوق سؤال حلقة اليوم من ديوانية آيات، ما الغاية من الصيام؟ اللي أول شخص يكتب الإجابة الصحيحة بيكون إن شاء الله له هدية بإذن الله من الماجد للعود، ويتم التواصل معه من خلال حساب آيات ديوانية آيات مباشرة. فودنا تتفاعلوا مع التغريدة وتعطونا إجاباتكم عن هذا السؤال بشكل صحيح، والإجابة الصحيحة كأول شخص هو إن شاء الله الفائز. شيخ عبد البديع، إذا وقتك يسمح لي يعني تعطينا قراءة أخرى أيضا أقول لك شاكر ومقدر. أبشر إن شاء الله. الله يحفظك يا رب، بشرك بالخير يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأخونا الغالي عبد البديع، شكرا جزيلا على هذه القراءة الطيبة، وإن شاء الله دائما تتواجد معنا ونتعلم منك ونستفيد إن شاء الله، فشاكر ومقدر لك، واعذرنا وجميعا اعذرونا عن الخلل اللي حصل، طبعا هو خلل خارج عن إرادتنا، إغلاق المساحات هذه ثالث مساحة نفتتحها اليوم وتغلق، ولكن إن شاء الله في المساحات القادمة لا نواجه ذات الخلل. على كل حال أكرر شكري لك فضيلة الشيخ عبد البديع على تواجدك معنا اليوم، وأيضا أشكر كل من تفاعل مع سؤال مساحة اليوم ما الغاية من الصيام. طبعا أول شخص كتب الإجابة الصحيحة إن شاء الله ديوانية آيات تتواصل معهم مباشرة، تسليموا هدية إن شاء الله من الراعي الرسمي الماجد للعود، وحتى اللي ما حالفهم الحظ اليوم إن شاء الله بكرة وبعده، حتى يعني بعض الأسئلة يعني وإن ما كان في هدية وصلت لكم، وتفاعلكم مع هذه التغريدة والإجابة تكون أنتم نشرتوا معلومة للأشخاص اللي تابعوكم في تويتر، فأنا أشكر كل من تفاعل معنا، وما زال السؤال موجود فوق، يا ريت تعطونا إجاباتكم، وجزاكم الله كل خير. إن شاء الله غدا الساعة 11 مساء بتوقيت مدينة الرياض ضيف جديد، سيتم الإعلان عن الضيف عبر مساحة آيات أو عبر حساب آيات، لذلك شرفونا بمتابعة الحساب. وشيخ عبد البديع شكل حسابك جديد، فيعني يا ليت تتابعوا الشيخ عبد البديع أيضا، تابعوا حسابه ودعموه وخلوه يكثر لنا من هذه التلاوات الطيبة عبر حسابه بشكل مباشر أو عبر المساحات الجميلة مثل مساحة ديوانية آيات. نلتقي غدا بإذن جزاك الله الرحمن. خير وبارك تسلم تسلم شيخ عبد البديع، أسلم شيخ عبد البديع، الصوت كان يقطع. الله يحفظك يا شيخ وشي جزاه الله خير الشيخ ناصر على هذا على هذه الفكرة الجميلة وشيء فريد من نوعه
أسأل الله أن يبارك فيه ويبارك في أعماله وفي قناة آيات وما تقدموه من جهد، وجزاه الله خير ما القائمين على هذه القناة والداعمين لكم. ومثل هذه الأعمال والله لابد يعني يكون لها دعم قوي، فما نكل لهم إلا الدعاء الخالص لوجه الله. وجزاكم الله خيرا أنتم كمان على هذا الجهد وما تبذلونه للقرآن الكريم، فلا نسعى إلا أن نقول جزاكم الله خير وندعو لكم بإذن الله. بارك الله فيكم جميعا. وفيك شيخ عبد البديع، أبشرك هذا امتداد لديوانية آياتي، طبعا بدأت العام الماضي في رمضان، وكان لنا بعض المساحات خلال هذه السنة، ولكن إن شاء الله 20 يوم الأولى من رمضان بإذن الله عندنا 15 مساحة للرجال وخمس مساحات نسائية. تابعوا حساب آيات يا جماعة الخير بحيث يجيكم الإعلان مسبقا عن ضيوفنا الذي سيتم استضافتهم من قبل دعوتنا. أكرر بتفاعلكم مع سؤالنا اللي فوق، ما الغاية من الصيام؟ وإن شاء الله يتواصل معكم حساب آيات لتسليم الجائزة المقدمة من الماجد للعود. وخلونا دائما يد واحدة في نشر الخير والمعرفة. شكر خاص أيضا لفضيلة الشيخ ناصر على افتتاحه لهذه الديوانية، طبعا هو غادر المساحة واعتذر مسبقا لأن عنده ارتباط، لكن أعطانا معاني جميلة حول الفرح بالقرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله دائما نلتقي على خير. شكرا جزيلا لكم لضيوفنا الكرام وللراعي الرسمي ديوانية آيات، وأيضا تاسوما كراعي مشارك ممتن لكم جميعا. نلتقي غدا بإذن الله الساعة 11 مساء بتوقيت مدينة الرياض. تحياتي لكم.